السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن أمام مسجد المركز الإسلامي لجمجول شريف. جمجول شريف المركز الإسلامي ده لإخواننا البربريين اللي هم من الطرق الصوفية المختلفة، وإحنا مشينا من نقطة البداية حوالي 2.5 ميل إلى أن وصلنا هنا. التحدي هنا نجد إن المسجد هنا بدون مصلين، مسجد بدون مصلين، وده طبعا شيء صعب جدا في يوم 29 رمضان يوم جمعة، مفيش صلاة جمعة، مفيش أذان، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا، للأسف يعني. والآن إن شاء الله التحدي للشباب، الشباب هم بدل ما يقعدوا في البيت لطة على لكة ويلعبوا على البلاي ستيشن ويلعبوا على الكمبيوتر جيمز ويلعبوا على السوشيال ميديا، تو جو أوت، يروحوا في الآخر ويبتدوا يتحدوا نفسهم ويتحدوا الصعاب ويعملوا التحديات ويبنوا مجتمعاتهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.